جولتنا الصباحية عبر اهتمامات الصحف في أمريكا الجنوبية نستهلها من الأرجنتين، حيث ذكرت صحيفة كلارين أن المعارضة اليمينية أبدت استعدادها لدعم الحكومة في المصادقة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الديون، وذلك من أجل تجنب التخلف عن السداد. ومع ذلك فإن المعارضة وضعت شروطا للمصادقة على هذا الاتفاق وتطالب بمعرفة التفاصيل. أما في البرازيل فذكرت يومية كوريو برازيلينسي أن المحكمة العليا صوتت لصالح دستورية إنشاء الاتحادات الحزبية، وذلك قبل الانتخابات العامة في شهر أكتوبر المقبل، ومددت الموعد النهائي لتشكيل هذه التحالفات حتى 31 مايو المقبل. وحسب الصحيفة فقد استجابت المحكمة للاستئناف الذي قدمه حزب العمال البرازيلي، مشيرة إلى أن الموعد النهائي كان محددا مسبقا في الفاتح من مارس المقبل، قبل أن يطلب حزب العمال البرازيلي تمديده حتى 5 غشت القادم. وفي كولومبيا ذكرت صحيفة التيمبو أن الرئيس إيفان دوكي أعرب مجددا عن رغبته في أن تفي روسيا بوعدها بأن مساعدة موسكو العسكرية لفنزويلا لن تستخدم أبدا ضد كولومبيا. وقال دوكي خلال مؤتمر صحفي عقده في لوكسمبورغ حيث بدأ جولة أوروبية أن حكومته أتيحت لها الفرصة لإجراء محادثة دبلوماسية ولكن صادقة مع الممثل الروسي لتوضيح أهداف الوجود العسكري لهذا البلد في فنزويلا.